الحقيقة أخي، الشباب مرحلة من مراحل العمر التي يشتد فيها يعني بأس الإنسان، ويرفع فيها عن الإنسان ما كان مرفوعا عنه، أو يكتب على الإنسان ما كان مرفوعا عنه من رفع القلم في صباح. لأن مرحلة الشباب تبدأ من بعد مرحلة سن البلوغ، وبالتالي هي مرحلة تمتاز بكثير من الشبوبية، والفعل الشباب مأخوذ من فعل شببة، وشببة هو التشبب، هو التوثب والتحفز والانتقال السريع. ولذلك تشوف أنت الشباب هو تعبير عن مرحلة من مراحل العمر التي تعبر، التي تتميز بالقوة والانطلاق والتوثب، وتتميز كذلك ربما أحيانا حتى بالتهور وبالشجاعة الغير محسوبة.